وهذا القماش الطبيعي بالنسبه للقماش فاكهه الكاكي كناخذوا كاكيه وحده كناخذوا معها جوج معالق ديال زيت الكوك، معلقه كبيره ديال الحمص، وجوج معالق حتى ثلاثه المعالق ديال القهوه الفراره ديال القهوه. واخا نعاودوا بالنسبه هاد القماش ومقشر وتبريمه الجسم ديالنا كله. عندنا كاكيه وحده كنغسلوها مزيان نديروها في الخلاط الكهربائي كنطحنوها، من بعد كنضيفوا لها جوج معالق ديال زيت الكوك، معلقه ديال الحمص، وجوج معالق حتى ثلاثه المعالق ديال الفراره ديال القهوه. كنخلطوا هاد المكونات، كندهنوا الجسم ديالنا، الوجه ديالنا، العنق، المناطق كلها. هذا ديال الحمام، ديال الحمام هذا نخليه واحد 20 دقيقه، ومن بعد كنحاولوا نحيدوا بحركه دائريه وكنغسلوا، يعني مرطب ومغذي للبشره. انا شخصيا الاخت سناء عندي في المطبخ ما حتى شي حاجه ما كتلاح، يعني التفاح كنقشر كنيبس القشور ديال التفاح، نيبس الفواكه كلها كنلقاوها في اللحظات اللي كنبغيو نديرو قماش، نديرو اي حاجه، كنكونوا كنبداو غير نهزو من القريعات يكونوا مستجدين ديال الشاش حفاظا على البيئه، كداخل في الحفاظ على البيئه. صحيح. يعني بالنسبه نختموا تفضلي نختموا بعصير. يعني كناخذوا 4 كيلو ديال التفاح الاخضر، هذا بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال البشره الحساسه، والناس اللي ما عندهمش مشكل ديال السكر وما عندهمش المشكل ديال انخفاض ديال الطونسيون هابط، يعني ما خصهمش يستعملوا هذا العصير هذا. 4 ديال التفاح و4 ديال الكاكي، يعني وحده راه كفيها 4 تبارك الله، لتر ديال الماء، جوج معالق ديال النفع. كنطحنوا هذه المكونات كلها كعصير نشربوه طول اليوم، ونستغلوا هذه الفاكهه هذا الكاكي في الموسم الوقت اللي عندنا موجود الحمد لله في بلادنا والخير موجود. تبارك الله عليك حريه شويه خبيره الشعر والتجميل، مشكوره جدا على كل هذه النصائح التجميليه وهذه المعلومات اللي قدمتي لنا وهذه الوصفات الجديده الحصريه اللي قدمتي لنا حول كيفاش نعتني بالبشره ديالنا وبالشعر ديالنا بالجسم ديالنا كله بفاكهه الكاكي. واحد التحيه لاختنا السي محمد زهرو مدينه تطوان، والاخت ديالي والاخت ديالو ياسمين زهرو، وهذه ياسمين وهذا ريم وسي محمد زهرو مدينه تطوان. تحيه كبيره لكل عائله زهرو في المكان. شكرا لك بزاف حريه شويخ، شكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعه والاستماع على البرنامج. جلال مولاتي لكم تحيه وفاء فائز، رفقتنا في الاخراج صابر فندل لمياء البكري في البرمجه الموسيقيه، وعبد الرحيم صابقي في اخراج الصوره. بقيت اوقات ممتعه جدا برفقتنا على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم. قدمت لكم لاله مولاتي برعايه